حدث بيتماشى مع خطة واستراتيجية أوراسكوم للتنمية، إن هي بتساعد دايما وعايزة تخلق فعاليات مختلفة في جميع الوجهات في مصر. فمن هنا ده التوجه العام لرأسكم للتنمية. الفكرة جت اتطرحت علينا، الفكرة عجبتنا جدا، وحسينا ان ده شو كبير ما تعملش في مصر ولا مرة، وما تعملش في افريقيا غير في دولة واحدة قبل كده، وفي البلاد العربية ما تعملش غير في بلدين قبلينا. يعني هو شو كبير قوي بيحصل في العالم، وما حصلش من ساعة الكورونا، واحنا اللي شايفينه في مصر ان مصر دايما سباقة في الحاجات، يعني دايما في البطولات الكبيرة، في الفعاليات الكبيرة، دايما مصر من بعد كورونا سابقه. فاحنا حبينا نكمل على الاستراتيجيه دي او على الطريق ده، فكلمناهم وتواصلنا معاهم عن طريق شركه جي دبليو تي، وهم ساعدونا جدا، هم المنظمين، وتواصلنا معاهم للاتفاق. اما بالنسبه لاي صعوبات قابلناها، الحقيقه عشان نكون صراحه، هو ما فيش اي حاجه احنا كنا عاوزينها ما اتعملتش. احنا خاطبنا وزاره الشباب والرياضه، لقيناهم بيقولوا لنا اهلا وسهلا. محافظه البحر الاحمر نفس الكلام، هيئه تنشيط السياحه، وزاره السياحه والاثار، كل الجهات وكل الهيئات الحكوميه، كل ما بنكلم حد بيقول لنا احنا معاكم، احنا داعمين ليكم بشكل كبير جدا. فبنشكر الدوله المصريه جدا على دعمها لينا، وبنشكر المنظمين، وبنشكر مصر في ديتش ان هم حضروا مصر بعد كورونا. احنا مش اكيد ما فيش حد هيسحب بساط من حد، لان احنا الوجهات كلها بتكمل بعض، والجونة هتفضل وهتظل للابد هي المدينة الام والوجهة الام لوراثكم للتنمية. احنا كلنا بناخد من الجونة، مش بن ف فاحنا يعني يا ريت نبقى نص الجونه، يعني يا ريت نبقى نص الجونه بعدين لا طبعا احنا كلنا بنكمل بعض. وكل يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا مهرجان الموسيقى اللي احنا اعلنا عنه ان احنا هنعمله في مكادي هايتس، ده كان اصلا هيتعمل في الجونه، بس قلنا الجونه دلوقتي لا، هي الجونه قالت لا ده يتعمل في مكادي هايتس. وفي فعاليات ماستر اوف ديتس ده كنا بنفكر طب نعمله في القاهره ولا نعمله في مكادي هايتس، في حاجات كنا عايزين نعملها في مكادي هايتس قلنا لا دي احسن تتعمل في القاهره او تتعمل في الجونه، يعني تعمل في اوست او تعمل في الجونه. فبالعكس احنا تيم واحد وبنكمل بعض، وكلنا قاعدين كل يوم مع بعض بنشتغل ازاي نطور من كل الوجهات بتاعتنا، اللي في الاخر ده بيخدم اوراسكوم للتنميه اكتر ما بيخدم اي حد تاني. انت النهارده لو جيت عملت حدث زي ده في القاهره الجو بقى برد شويه، الشمس مش واضحه، يعني في تقلبات ممكن تمطر يعني، لكن البحر الاحمر المناخ احسن. انت ده شو جاي من بره علشان تدعم بيه السياحه، دعم السياحه في البحر الاحمر بيبقى بشكل اكبر عن السياحه في القاهره. سياحه القاهره هي مني الناس جايه علشان حاجتين، تشوف الهرم وتشوف المتحف وتشوف النيل، ما مش عايزين حاجه تانية. لكن في البحر الاحمر لا، دي سياحه شاطئيه وسياحه موسميه يعني. فكل حدث هو اللي بيختار يروح فين، في حدث بيروح الجونة، وفي حدث بيختار يروح مكادي، وفي حدث مش اختيار، هم اللي بيختاروا قصدي، بس طبيعة الحدث هي اللي بتخلينا احنا نقول اه يبقى ده، وبنقعد على الترابيزة وبنتفق في الاخر لان احنا فريق واحد يعني.